السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المعتقل السياسي البداحي عادل، ورقم الاعتقال ديالي في المغرب هو 2068. أنا لازلت معتقلا رغم أنني خرجت من السجن. الرسالة ديالي كنوجهها للملك، وغنقول علاش وغنقول كل شيء. بارطاجيو الفيديو على أوسع النطاق. اللي كيحب عادل وكيحترم عادل يبارطاجي هذا الفيديو على أوسع نطاق، باش ان شاء الله توصل الرسالة كما هي. لا اله الا الله محمد رسول الله. عييت لليالي. بارطاجي الفيديو. بارطاجي الفيديو معاك. كتعرف عادل البداحي، كندوي معاك من مقر العمل دابا. بارطاجيو الفيديو. كلشي بارطاجي هذا الفيديو فضلا وليس امرا. كلشي بارطاجي هذا الفيديو. استغفر الله العظيم. بارطاجيو الفيديو. مما الفاش كتطلع عندي 105 ديال المشاهدة او بارطاجيو الفيديو على اوسع نطاق. بارطاجي الفيديو. انا كنحمل المسؤولية في كل الكلام اللي غادي نقول دابا. الملك محمد السادس، بما انني نزعت البيعة على الملك حيت ما كيوفرش لي الحماية، ما كيوفر لي حتى شي حاجه، والبيعه راها مشروطه والبيعه راها فيها كلام. انا بايعت، ولكن انا بغيت نزع البيعه ديالي، من حقي انا كنزع لك البيعه محمد السادس. انا قلتها في الحبس وانا كنقولها، انا كنزع البيعه على محمد السادس، لانني ما كيحمي مالي، ما كيحمي الاسره ديالي، ما كيحمي الشعب كامل. يعني امير المؤمنين يلي أمرنا، كي كنقول دائما يلي أمرنا وينسانا ويستعبدنا. حنا عبيد في المملكة ديال الرعب ديال محمد السادس، فهمتوني؟ حنا عبيد بغينا أو كرهنا. بغينا غنمشيو مع القطيع كيف ما بغى الراعي، ما بغيناش غنتعذبوا وغنتكرفسوا وغادي نتعرضوا للاستفزازات وغنتعرضوا للعديد من الأمور. انا في الخدمه ديالي كيجيني اتصال من عند ولدي، كيدوز لي البوليس كيهضروا معايا، قال لك اخويا جي عندنا قدام باب الدار ديالكم باش نستدعيوك باش تجي عندنا. اش بغيتي عندي؟ كتعرفني اش درت ليكم؟ انا ما كنعترفش بالملك ديالكم، ما كنعترفش بالمحكمه ديالكم، ما كنعترفش بالبوليس ديالكم. نزعت البيعه ديالي، نزعت الجنسيه ديالي. اش بغيتو عندي؟ انا نزعت البيعه، ما كنعترفش بكم. انا ما مغربيش. اش بغيتو عندي؟ ما غنجيش عندكم قدام باب الدار، ما غنجيش عندكم الكوميساريه، ما غنجيش عندكم. درت معاك قلت لك قول لي فين نجي عندك ونجي عندك، ما باش تشوش لي على امي وتشوش لي على عائلتي وتشوش على دارنا. كنهضر مع كبير فيكم دابا الملك. نزعت عليك البيعه، انت لك تي ملك ديال العبيد. انا ما عبدكش، انا عبد لله. احشم على اعراضك. ميجوش عندي البوليس. الملك حشم على اعراضك. عذبتينا وكرفستينا ومرمتينا وجرحتينا وكرفستينا، بكينا الدم وبكينا بدل الدموع دمايات وما رحمتيناش. حرام عليك يا صاحبي، انت اش غتدي من الدنيا هذه؟ اش غديروا لي دابا انايا؟ واحفروا لي قبر ولا دخلني للحبس عندك. سكتني، راه ما عندكش حل باش تسكتني، الا تقتلني ولا تصيفطني للحبس. انا ميت اصلا ديجا، انا ديجا في حبس كبير. بارطاجيو الفيديو. باقي غنكملوا هاد الكلام. انا مزوق فيك، الله يجازيك بخير، خليني في راحتي. صافي دابا دا هادشي يمشي تقطع ولا شي حاجه، فهمتيني؟ لا هادشي والو، خصو يكمل. حنا كنعيشوا في بلاد فيها مافيا كبيرة، ومافيا منظمة راسها، كلو الدور ديالو. حنا عبيد، ما غنسكتوش. أنا غنموت هنا معاكم،
ما كاين لا لجوء سياسي في حتى شي بلاد، وما ندولش الملف ديالي. انا معتقل سياسي، عندي غير لساني هو اللي عندي، فهمتيني؟ جيو عندي ديوني من الخدمه ديالي، جيو عندي الخدمه ديالي. ما بغيتش تجيو الخدمه ديالي ديوني نمشي لباب عكاشه نوقف، اقسم بالله دابا نمشي نوقف باب عكاشه. دخلوني نرتاح، كرفستونا صاحبي، عذبتونا. ومحمد السادس راه الله كاين، لكن انت مالك، راه الله عطاك الملك، الله هو المالك والله هو المملك والله هو اللي عطاني القوة باش كنهضر معاك دابا. انت امير مؤمنين ظالم، انت امير مؤمنين ديكتاتوري يا صاحبي، ديكتاتوري. بارطاجيو الفيديو، محمد السادس ديكتاتوري وقتلتينا، اش غدير كاع؟ اش غدير؟ حسيمة 20 عام الواعد، اذا المغرب زنزانة رقم 20. كنخافوش من وراء اش غيكون. انا مهما طلعت في هاد اللايف كنهضر، خممت في النهاية وما خممتش فيها، خممت فيها يعني تكون سيئة، وما خممت فيها يعني خليتها في يد الله تكون كيما بغات تكون. محمد السادس قول لبوليسك حيدو حدا دارنا دابا، حيدو داك الشيء، جيو عندي لخدمتي، انا كنتسناكم في خدمتي، جيو ديوني. بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو الفيديو. هضرت على القودات، دوم مع القاضي قنديل على داكشي اللي كيقول، واعر وعجبني. ومن هذا المنبر تحيه للقاضي قنديل هشام اللوسكي وسط الحبس، اللي من نادي القودات. ها انا اللي خرجت لافير ديالو من الحبس، دويت ما دويتش، ها خليتو غير الدراري دواو. جمعوا زبلكم ديال المحاكم عاد باش تجيو عندنا حنا ولاد الشعب، حنا اشرف منكم واطهر منكم، وربي غينصرنا عليكم باش ما بغيتو، باش ما بغيتو غنصرو عليكم. والله ما معصب، محروق في قلبي بهاد البوليس اللي حسسوني بالحقره. كنهضر مع محمد السادس، كنحملك المسؤوليه، انت ظالم وديكتاتوري وقتلتينا ودعيناك لله، ما لقينا لك جهد. مخابرات ديالك، البوليس ديالك، الحباسات ديالك، كلشي ديالك، المخزن ديالك، كلشي ديالك. حنا والو، النفس بزز كنطلعوها ونهبطوها. لقفوا ولا بغيتو ديروها منين على فهمنا؟ ما خليتوش شي قانون ما خرجتوش. اعطيني دليل كيثبت انني انا شاركت في شي نصب، درت شي عمليه كبيره، درت شي حاجه. عطوني الدليل على 3 سنين اللي ضربت. عاد باش جايين عندي دابا، سيروا تبركوا، سيروا تكمشوا، سيروا. راني عشت خارج ارض البلاد، شنا الدنيا والعالم كيدير. نتوما مافيا مشرعنا، قاسين غيوصل وقتكم، قاسين كتقرضوا فينا، حتى نتوما راه غيجي وقتكم. غيجي وقتكم، كل واحد غيجي وقته. فينك فرعون وفينك هامان وفينك النمرود وفينك قارون وفينك وفينك وفينك؟ فينا هما؟ الله يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك لمن يشاء، والله هو الملك الحقيقي اللي ما كيحتاج حتى شي واحد. وانت محمد السادس عطيني شي دليل بانك مقدس. انت انسان بحالي بحالك، انت غتدفن في التراب، انت غتحاسب، غتحاسب عليا وغتحاسب على 40 مليون اخرى. انا دعيتك لله في هذا النهار، انا دعيتك لله لواحد القهار، بغيتو يبين ليا فيك ساعه ما نقدش عليك. انا ضعيف كنقدب لساني نهضر ونقول لك الحق، نقول لك راك ظالم ظالم ظالم. صيفط لي الظلامه ديالك، يديوني يلا. انا جالس في المحل دير بغلف، انا كنتسنى نمشي نرتاح شويه نيت فهاد عكاشه ديالكم اللي كتخلعونا بها. وهاد تصنيف الف وتصنيف باء وتصنيف 6000، لا حول ولا قوه الا بالله. بلاد امير الظالمين، مملكه الرعب محمد السادس، مملكة الخوف، مملكة الجوع، مملكة الفقر، مملكة الاستبعاد والاستعباد، ومملكة اش 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 واحد الكلمة باغي نقولها، شحال هادي غنقولها دابا. مهرجان موازين محمد السادس، تقدر تدوزو في إذاعة محمد السادس القرآن الكريم إذا كان حلال. إلا كانت فعلا كاينة شي كورونا ولا كاينة شي مؤامرة عالمية. المؤامرة كتدبر في بلادي من طرف الملك اللي كيحكم علينا وحاكم علينا صحة. واش باغي تحكم صحة؟ واش ما كتبركش؟ واش ما كتحشمش؟ ومرق ومرق مرق 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 انت والعصابة ديالك.
تفكرت ونديت كلشي، اش باقي باغي؟ اش باقي باغي؟ الروح جي ديها، ديها صحة وغنمشي شهيد بإذن الله. سجنتيني سياحة نختاري مع رب العزة عز وجل، وفي كل ركعة ندعي عليك، ندعي عليك تولي عاداني، ما لقيتش لك الجد ولكن سلاحي الدعاء. الله يلقيها ليكم. أنا بغيت ربي يورينا فيكم نهار، أنا بغيت ربي يوريني فيكم شي ساعة. محمد السادس أنا كنتسنى في البوليس ديالك صيفطهم ليا، والمحكمة ديالك عارفها. أنا ما باغي نحضر لمحكمتك، ما باغي والو، ديوني للحبس وجيبوا لي فيربالي عامر في الحبس، ونسيني ليكم أجيبوه، أديوني للحبس، ما تخلونيش هنا ندور. وذنوب ولادي عليك، ذنوب 3 سنين، ذنوب أشرف وخديجة وحفصة ومحمد رضا، ذنوبهم عليك محمد السادس. أب اسمك دخلت للحبس، وذنوبهم عليك، وذنوب امي اللي مرضت عليك، وذنوب مرتي اللي تكرفصت وتعذبت هي وامي وخوتي، كلشي كنشكر حتى عشرين فبراير كل من تضامن معايا، كلشي عذبتينا وكرفستينا. داكشي اللي كناكلو كنقسمو على جوج، النص في الحبس والنص لولادي، ولكن ماشي مشكل، ونجوعو حنا، نموتو حنا، اللي بغيتو، كرامتنا ما غتجردوناش منا. والكرامة كنطالبوا بها، وهي الوحدة والأولى، وهي هدرتي كاملة اللي دايرة دابا على الكرامة. ما معنى الكرامة؟ الكرامة هي تعطيني حقي وتحترمني، تعطيني حقي وتحترمني، حيت أنت موظف عندنا، لا أنت لا الرباعة ديالك، أنتوما اللي طلعين الدار واللي طلع ما عرفتش باغي فين يوصلنا حنا. ما عندك رؤية، ما عندك تخطيط، ما عندك أهداف، ما عندك استراتيجية، ما عندك موارد بشرية، ما عندك يعني ناس عندهم العلم والمعرفة باش تزيد بالبلاد. كيفاش باغي نزيدوا بهاد البلاد؟ نزيدوا بها بالاعتقالات، باركة كديميزيك في الحبس، جرادة في الحبس، حسيمة في الحبس، ورديتي كتر من الحبس. صيفط لي العباد ديالك، صيفط 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 صيفط، بعينك الله ياخذ فيك الحق. وهاد النار هادا عدو. اي 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 اش باقي باغي نقول؟ كنظن 13 دقيقة والله قلت فيها كلشي اللي باغي. تحية الناس الحسيمة، تحية الناس الريف كاملين، كاع الدراري اللي في الحبس تحية ليهم، وتحية لعائلاتهم، وتحية لكل مناضل شريف، وتحية لأي إنسان يكون شريف، ماشي بشرط تكون مناضل. واش غنقول لكم؟ كاينين الرخاص وكاينين الخوانه، وكاينين الرخاص، كاين اللي كيسوى 1000 فرنك، كاين اللي كيسوى 100 دريال، كاين اللي كيسوى 40 مليون. راه قبل ما نمشي للحبس واحد من المقاطعه عندنا هو اللي مسؤول على جوازات السفر ولا مسؤول على الجمعيات، قال لي عادي دير جمعيه نعطيوك 50 مليون، قال لي خذ التيران اللي كاين في الحي ديالنا وناخذ المداخل ديالو ونتكلف به، قال لي والتنميه البشريه ديال دربكم كامل. قلت لي علاش هادشي؟ قال لي حيت انت عادل غادي ضد التيار. اذا انا راه جاو عندي شحال هادي باش ندير جمعيه وناخذ الدعم وناخذ التيران والتنميه البشريه حتى هي، وما بغيتش، وما باغيش انا لا جمعيتكم، انا ما باغي منكم والو. ما باغي والو، كترشق ليا كندير لايف، تا لايف تا هو يلا 3 شهور باش خرج تستدعي فيا، جي عاد يقول لي اش باغي، وسير الله يعاونك، باغي ديني الحبس ديني الحبس دابا ملي